السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك نعيدكم يعلكم من عوادة، الله يعودكم عليه كل سنة وكل حول، أعواما عديدة مديدة وانتم بخير وسهالة، فرحانين ومسرورين متكدرين دبة الحياة. يفرحكم من شعب وحكومة ذكور وإناث قيادة اللي في البلاد واللي في خارجها، يعني الله يبارك في حياتكم وكل سنة وكل حول وانتم بخير وسهالة. محبكم خالد الخالدي. أبارك الله يحفظكم للحكام، وأبارك لأولياء العهود، وأبارك أبوي للشعب الإمارات وللأمة الإسلامية وللوزراء والسفراء الدكاترة المهندسين اللي في خفر السواحل واللي في الجيش وللدكاترة والنرسات واللي قابضين خطوط واللي في خارج الدولة واللي في داخلها وليه في مكة، يعني الله يعودهم حجاجنا سالمين قائمين، يتقبل يا رب العالمين طاعتهم ويحفظكم ويخليكم يا رب العالمين، ولا يفرق ما بيننا ولا بين دول مجلس التعاون، يحفظ شعوب الأمة الإسلامية. وبارك بالعيد الأضحى الفضيل على كل حكام دول مجلس التعاون وولياء عهودهم وذكورهم وإناثهم وشيخاتهم وعاميتهم والناس كلها مرة، ما حد ولي في الجيش ولي في الشرطة ولي في الدوريات ولي قابضي زام ولي قابضي كل حد كل حد كل حد في الدنيا العودة، حتى مطاوعة المسايد والمقيمين اللي يقيمون الصلاة ولي كلها، حتى الدنيا كلها العودة بكبرها. مبارك نعيدكم من خالد بن أحمد بن عبد الله الخالدي، ولي في في السعودية ولي في الإمارات ولي في الشرق ولي في الغرب، والطلبة والسفراء والقناصل والقنصليات والملحقيات الصحية وكلكم أبوي كلكم كل الملحقية صحيح، وهل بالجيش الطلبة اللي يدرسون كلهم عاد كلهم ما حدون عن الثاني، كلكم ما حدون عن الثاني. أبوي الباب ومشرع كلكم أبوي رواعي البيوت، كل حد ابوي عنده باب كهرباء ولا باب توماتيك سير ابوي حطوا شيء، انا حاط كرسي قبض الباب، حد بي فارخ ولا بنيه ولا ساير ولا يا يبي عايد يا ولا شيات، ولان الباب مشرع. هذا صبحيه العيد، صباح العيد وقت المغرب في رمضان، لازم الباب يتم مشرع على كل حال، ما حد يسكر بابه. صباح العيد ومغرب رمضان وقت الصيام، نعم ضروري على كل، يا زين البارحة مسانة من أيام رمضان البارحة ما زين، والإيران مطرشين الفطرات والأكل والهرسات، ما شاء الله ما شاء الله، أمس يوم جميل كان، يوم صيام جميل، يعني الله يتقبل طاعتنا وطاعتكم، طاعة كل مسلم كل من صام وكل من صلى ويتقبل طاعة الحجاج يا رب العالمين. كان يوم جميل أمس ما شاء الله تبارك الرحمن، يوم جميل كان والله، ولا فلحني البابا ولا ظهرت، صرت بس اقصر بناطين ماخذنهن، صرت اقصرهن كان اطول، وقفت مع عاري راسه الخياطين قصرهن ويت اقولكم، فضروري تم البيبان مشرعه على كل حال. نسينا على نخبركم عن الحلوه. مبارك عيدك يا ابو صلوح، يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم. نعم عم. صباح الخير. خير. عيدك مبارك. خيب احنا ابو جاية. صاحي. ما بغيت اخبركم عن سالفة صلاح وشو حين فرحان عسبت صلاح بوية شركة من العين. عندهم الله يحفظكم تفصيل نعول. هي شركة عريقة من زمان. او يا عندهم تفصيل نعول. ويو خذوا القياس يا ابو الدكاتره ويا ابو خلق الله ما خلق، وطالعوا وقايسه وخلصوا هالكلام قبل شهر، وقالوا والله بنرد عليكم خبر يوم عدى البارحه، ولانهم جايبين نعال في كيس الشركه معروفه، لكن ما توقعت انه يعني
بأي جهاز قبل العيد ترى هم منير قايلين لحق العيد صلاح مبسوط زين حتى مشيت تعتدل عق نعولك عاد ايوه انا هو انا انت بنصور دقيقه حبيبي ليش هو ليش ها ليش هنا انت شوي بتصور صور حبيبي ما نسوي ما ممنوع والثاني بعد ما باخذ منين او ما يليد يا والله يعزكم خذوا قياس على الرويلات والدخاتر والفنيين هاي الحين ما ادري كم جرام وزنها ورقم واحد وموال ما تنه لانه حد من العرب ريوله فيها هاي فلات فوت زين ونحن هاي ريول الصاحين وهاي الريول بلية ما فيها السنام هذا السنام هذا مش موجود في ريول صلاح فلذلك الحمد لله اعتدلت حتى مشيت وفرحان ها صلاح زين صلاح زين خلي يعني ما ارمس انا هاقد انت حينه ولا واعي زين مسوي لك كم اللون قالوا اني ازله خبرنا زينات خلي تسوي الباجيات سمعتوا يا هلب الشركة سووا له ابوي الباجيات يا ذات الله صلاح فرحان بهن وما شي شراتب زين مشيتن ما تتكود ولا شياته لا رح متلاح جيبه يصير عايد وحاشرنا يتريى دوارك تلبس دوارك تصير وياه من عيد ليل عيد عسب ما حد يتلاقى ويعمل الصغارية وياخذ شيء عنه ولا شيات بالرغم انه هو فطين لكن سبحان الله هي بعد عبارة كسيكوريتي لا يكون حاميها حراميها هاي اول مرة تبقى من عندي انا عيدية انت ريال مكبرك لازم عيدية يلا صلاح ابوي بعيدية ندوك طالع شو بيقول ندوك بس زين زينات ولا لا يلا شكرا صلاح زين صار عد ريوك عم تفويح انت حد يتفريح تفريحة كلها متفويح مرة تسكر ريولك حبيبي لا الحين هاي عدلات بعد شي عدلات محيسات حير عدلها نسيدة ها الحين هاي سيدة شي سيدة صبر جميل بالله المستعان هاي ابوي صلاح البحرياتنا ما قصر ابوي هل الرجال راعي البراند هذا يا يطرش ابوي مد مجموعة كبيرة من العمال اللي عندها اخصائيين شركة معروفة هي ما شاء الله هذا بالنسبة لصلاح رد ابوي بالنسبة لخالد الخالدي اول بادي بويتنا هاي الحلوة اللي قلنا لكم ظاهرة من غزر مال جاي يخدتها في يوم العرس الله يطول بعمارهم وانزين وحين يتعاده قالينا بتأذ اللي في الصندوق اظهروها ولا اعطوها حد بنندب لكم ابوي حلوة جديدة واندبه ابوي الحال البارحة جاي الحلوة حارة ضو الدخن ابوي الحلوة الدخن هذا البارحة قالين ابوي عدنا تحيدوا اسوي سوالف يوم ابو يودها بالصندوق ليوتها بالصندوق ولا شيات اسوي مغيات ويا العرب زين فيت البارحة يا الله يطول بعمرها ويحفظها ويبلغها ان شاء الله ما يدور الحول الا ابوي كلهم بالبركة ان شاء الله كل بكره ولد بالنسبة للعرسان وهي عمرها منديد وحفظها ويطول بعمرها ويخليها اللي يتم عندها الحلوة وهذا أولا وهذه بعد جيتنا البارحة بعد هدية بمناسبة العيد عيدية بعد من دبي هاي الحلوة من دبي والساعة طالت عماركم بعد من دبي الأول يوم يقولون والله الموتر الفلاني وارد المسعود هذا الشو قالوا ها وارد أبوي المسعود وهذا وارد بهوان وهذا وارد زين بالنسبة للسوع شو يقولون وارد بهبهاني يعني وارد الزياني يعني الأسماء الوكلاء لكن اللي أكثر مشهور يطرون عادة وارد بهوان ولا وارد المسعود هذا كصيت في دولة الإمارات ينضرب بالوصوف انزين السوع يوم يقولون والله يتكب ويسع رولكس يوم يطالعون رولكس ها وارد وين وارد وين ما يطرون بلاد هالمصدر وارد صديقي ولا وارد محمد رسول محمد رسول يعني أبوظبي صديقي يعني دبي فهاي ساعيتنا الله يحفظكم هدية طال عمره لي من دبنها والله يحفظه ويبارك في حياته ولا يقطعنا مواصلة يوم أقول صديقي ها ماله صديق الوحى المهم
شكرا جزيلا. وبدي أقول كل سنة وكل حول ما نكمل صراحة كل سنة وكل حول بتصير بتخالوه أول بتخالوه هذا يجيني هذا يجيني إنزين يلا توكل على الله. Thank you دواركا يا بنت لاقى خلاف انت قد هناك بنياس لا شوف بلد نسيت حبيبي يلا حينا شكرا. شو بقولكم عادة اللي من غير ناس يحطون السي ثرو المنظر الخارجي ورود وما أدري شو وما أدري شو ما طاع وأنا شوفوا بالله عليكم شوفوا بالله عليكم المنظر الخارجي شوفوا كان حد يسوي هالنمونة الله العظيم والله إنها مشكلة يا عيال الحلال الأمراض أموري طيبة وكل شيء زين. حمزة تعال هنا تعالي هالرجال شو اسمك أنت؟ أنا حمزة. حمزة من وين جاي؟ أنا جاي من الجابر أوبتيكال. ما شاء الله عليكم أبوي شركة قلبي. الجابر مطرشين أبوي هدايا هذا من هداياهم وشكرا جزيلا على عيدية حبيب قلبي وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. شكرا لشرفكم شكرا جزيلا حبيب قلبي كل الشكر والتقدير الله يخليك. شو اسمك قلت لي؟ انا حمزه اسمي. شكوري خلي ليكم يا رب. من وين في سوريا؟ انا من اللاذقيه محافظه من اللاذقيه. نعم. قريب له فلنفه وكسر يا عيني عليك ونحن هناك احلى مناطق في العالم. اي والله شكرا جزيلا. الله شكرا لك يا رب شرفنا الله يسلمك. ابو حلوه الهنتي ثلاث بطلتين لا اربع بعد وحده هنتي وهاي وحده ثلاث وهاي وحده اربع اربع نظارات ما شاء الله عليهم والله حتى ما عرفتهم هم يعرفوني حليلهم جزاهم الله خير. اي بسم الله يا سلام سلم يا سلام سلم هاي وحده والله هلا قرب الله هلا وين عم وين عرف بيتنا هذا اللي يشتغل عندهم يقولون بعتوا لي الإدارة اللوكيشن وجيت على طول قرب الله هاي أنتي زين هاي وحدة بين عليهم غلايا وهاي أخيبة هالرجل وطواط زين أنتي بعد هاي ترى خلص بسم الله بعد هاي وبشير بارك نعيدك لك من عواد الحب محمد بن خالد شارك حبيبي انت بخير؟ بخير ما شاء الله عندك نظارات جاياتني تو عيدية اقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خميس بن محمد جايني خميس بن محمد ارميثي صاحب صديق راعي بحر راعي بر راعي علوم راعي خير راعي وعديبه من كم من سنه الاول سكون المشرف وانتلاقى وياهم دوم وحين ابو تحولوا خليفه ومن هاك الزمان لين يكون هذا ما شفته. مرحبا بخميس بن محمد ايش حالك اخوي؟ كيف انت خميس؟ الله يطول عمرك فرحت بيك الله يفرحك ان شاء الله دوم الله لا خلانا منك الله خميس بن محمد تونا نطرين احنا الفقل نطري ما ادري شو شو نطري خميس تونا تطريني انا هي اطري كنت اقول له هيك كان فقل انزين والفقل يعطي سمكه في البحر سمكه بحريه مبناريه انا نطري عدل الوادم اللي من غير اللي مبن الامارات اللي ما اعرفه وسمكه الفقل شكلها كريه في الخميس لا ما بكريه لكن تنتفخ شي شكل كوره انزين بس تقبضها يوم تقبضها ما تقبضها كلها شوت انزين من تعقها بحار دقيقه تقبضها هي. ما تنقبل من تعقها بحر روحها التمت ودمت في القوة انزين هاي هاد النكل هي وايدين ما يدانونها من اللي ما يداني احسن السمك هي الفقر الفقر في الطري ولا يابس من بغيته الطري ومن بغيته يابس انزين الطري شو طريقته شو طريقته يوم تقطعه وتقصه وتشبده وتقطع له البصل وتحط له بزار عربي وتدق له اللومية هي. ها لو يسمونها شريشة يلد مالي يصلخونه نزيل. يلده هي. يقصونه من عند الراس يصلخونه مثل ما تصلخ الذبيحة نزيل. خذوا هذا القشار كله وعدلوا المقطع هذا على هالكبرة مثل يوم يسوون الكباب نزيل. ما سوي كباب هي هي. نزيل هنمون يقطعونه
وخلطوه وعدلوه حطوه في هذا وربطوه زين ما زين في هذا روحه ايه في جلده في جلده ايه يسمونه شريشه شريشه ايه مره يلقطونه كل قشاره ما يحطونه وياه غير البزار قطعه والسمكه صغار صغار ما بالسمكه الفقل زين 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 وحطوا له البزار بزار عربي وحطوا له بصل لوميه يابسه وشويه مليحه زين زين وخلطوه وحطوا فيه هذا لو ايش يسوون ما يورون حطها ها يلقطون الصبصبه هذه على العائل الصبصبه شي الصبصبه الصبصبه الصبصوب هذا صبصوب صبصوب الصبصوب هذا تحصله حادي فوق هذا ولقطوه هذا تم تحت ولقطوا عليه الشبه زين وولعوه تملك هذا تحت هذا مثل يمر الصبصبه لا اله الا الله وحفروه الحفيره ودفنوه وخلوه سرعه دكن نمونه اي شيء عجيب كانك تاكل تين جاي من لبنان شوف انت الله اكبر انزين كانك تبى تقطع وتبى تيبسه هي تملحه ولا ما تملحه عندك خبر لا ما ادري انا اتوقع انه يملح هشة ما يملح الفقل هي. الفقل بالذات غير عن كل سمكه هي روحه يملح عمله ايش قاعد يشرب بحر ترى لا لا 24 ساعه البحر في حلجه العواله ترى 24 ساعه البحر في حلجه لكن العوالي يملحون لكن الفقر لا ما يملحون ما يملح ابدا ما يملح سبحان الله يوجد مالح عند عند هلب البحر اي موجود الاولين موجود عندهم احيانا ما يسوونه ما ادري احيانا يمكن يتروعون منه يقولون يمكن هذا ما ادري شو هذا يشوفونه مخفي ما يعرفون يمكن يخافون منه ولا الاولين يعرفونه وفي السوق يبيعونه عندهم هذا الناكل اللي في المين موجود ها؟ اي موجود ما شفته انت في الدباب لا انا والله ما جيت الشبره من سنين ايش قال ما صرت؟ ما سيرت لك يوم بس يوم بسير بتخيس ثيابك انا جابت البس قرطاس قرطاس هي من ريحه السهج لا لا ريحه الصهوار انت ريت سوق سمك يشون فيه سمك هي تضحك الحين تبدل ترى وايدين بيوت ابوي ما يشون سمك انزين لا ما عليه ما مفروز منك صهوار السمك الطري ويا السمك المشواي لا كله متخالط في نص الشبره اول ما تدش بالشبره المشاوي هنتين اول ما تكريحة الشاوي انزين وعقب وانت حاضر داخل بتيك ريحة السمك لا اله هي يلا عاد سلس طهر عمرك عاد كان بتحق عمرك بحر يلا يلا تنظف لا ما تنظف الا كان حد بيربطك بيديك ولا بيقولك بيسحبك بطرات شوي بيوديك لي بيحبك عالي بوظبي مرتين ثلاث يلا يلا تطلع عنك السهجة ولا السهجة ما تخوز عنك ما بس هكه طري هكه المشواي المشواي والطري وكله يتجانس يا الله عيال كله الكنديشن ينفخ والسهج وياه والمشواي وياكل عفسه في عفسه ويحت الله يحفظكم في هات عيب بدلي ضوء ضوء بسرعه ويحتفل المسيل خاطري خلاص ويحتفل العيد وياه العيد ويحتفل في الصلاه ما يحتاج لكن ابوي ما هو ما طاع عاده ما وعيت بالله هو يعني الله يحفظه الله يطول عمرك ابو مشكور يا محمد واجب. بن غنام الهاملي واجب زيارتك ابو ناصر لا خلينا من طال عمرك ورفيج لا خلينا من لا خلينا وعيت وهذا ما هو انتم باذينها لا خلينا من انتم طعمك زيارتك وجايينا وتيونا دوم ونحن والله ما نعم الله لا خلينا ما خسرنا عليك ويودنا نيك غير مشاركه بخت عي بخت عيني لو بتيني كل يوم الله يطول عمرك والله يا ابوك الله لا خلينا من يقول لي عادتك اليوم لا خليت منك يا ابو ناصر مشكور على يي لا خليت منك شكرا ها من الملاوته مرميثات مرميثات من قوم بالعود مكس مكس لك قوم بالعود هي جاب طالع لنا شيء بعبد لاسكو وياه مشكور يا ابو يا ابو محمد وين جايب اني طالع مكس سريع لي افداك خبرني لو كيف يعرفون ان البيت هذا في كرم ولا ما في كرم كرم ولا ما في كرم يقولون نسولفون الاول بحيات وديمه الهالجنة وديمة يدة محمد بن بطي من خلفان القبيسي نعم يقولون الأول يوم تقول حق الخدام اظهروا في العراجيب أنا مسؤول علي حياة أحمد بن بطي نعم يدة أبوه يقول اظهروا في العراجيب تقول حق الخدام وطالعوا شورفوا يمكن تشوفوا لكم ضعينة ولا تشوفوا لكم حد رعم طية نعم إن شفتوا تعالوا شبوا الضوء وخلي الدخانة تظهر مشان ينصانا ويضيفنا ونيشان الضوء هذا دخلنا يعني البيت الكرم شان دخلنا العرب هذا عنده خير بعطل عليه هي نعم ما بسير البيت ليه ما في دخل ما في وراء خير الأول الحين نعم من قبل الخير ده عندهم نعم الحمد لله
هاي سولون علينا عدد ربع ولا نحن من جيلك الله يحفظك ان شاء الله يا ابو ناصر لا خليت منك طالت عماركم فريج التيار. فريج التيار هذا وقت زيارة فريج التيار الحين. فريج التيار ما تروم تيهم الصبح. ترى ما يتحاشون تيار. أي واحد من التيار ما يتحاش الصبح. لا ذكورهم ولا إناثهم. يتحاشون الضحى العالي مرة. ويه الظهر تروم ترمسهم. ولا الصبح ما يتحاشون مرة. من تقول له كلمة بق في وجهك. هذا هذا محمد هذا محمد هذا خلف خميرة ما هو حالي أصورها ما هو حالي خلف ومحمد عيال خلفان عيال خلفان صغير من خدي لقبيسي ما مسجل قبيسات ولا مسجل قبيساتهم قبيسات حد منهم مسجل ميثات هذا ما شاء الله هذا سيف درويش هذا أكبر كمبني في الدنيا يلس سيف درويش يلس عاد برمس وأحمد كيف حالك؟ مبارك عيدك. الله يعوده إن شاء الله يعودك عليه كل سنة وكل حول. وأنتوا طيبين. ويحفظك إن شاء الله يا أبو أحمد. فيك البركة. هذا الغالي عاده. ولد خالتي الحبيب. ولد خالتي على هالجنة. الله يغفر لها إن شاء الله. ويخليك بالشيك اللي أبوك. أكبر كمبني في الدنيا العودة. هذاك منو هذاك هذا سيف بن عبد الله بن درويش والنعم وهذا خليفه جاسم ثعابي والله مليون والنعم زين تسوي منك هاي لك منو وين هذاك تريس تريس بن احمد والنعم بعدين احمد عبد الله المهيري وهاي جاسم والنعم ثعابي وهلي هذي عرق خشمه هذا احمد عبد الله والله والنعم يا ان شاء الله عليهم الله يحفظهم وهذا من هالفنان انا سيد ول سيف بن درويش ود الكمبني هي. اسمع كسارات سيف بن درويش كسارات يوم اللي بعد متاكل وايد وعظام خلفين وايد على الاكل قلت نبو ها كسارات سيف بن درويش هذا سيف بن درويش اللي الوالد دوم اضرب هالوصوف كسارات سيف بن درويش ليه تمت الحين ما تكسر بتكسر وزياده بعد الحمد لله الله يحفظك عليك في زود إن شاء الله أبو أحمد أنا ما أشوف عليك شكلك من هاي اللي المليارديرية أشوفك عادي يعني شو السالفة لازم يربي القرون يعني لا غير عن الناس لا يعني أشوفك عادي كندورك شارات كندورتي كندورة نفس الشيء والسفرة نفس الشيء والزار نفس الشيء عش حتى أنهم اللي ما غير لا غير على كيف كل حد هو الحد على كيف سبحان الله ما عندك شيء يعني ما بني شام ما بعلامه الناس كلها واحد الحمد لله لكن ما بعلامه يعني اللي عنده ما بلازم يسوي لا يعني يشوفوني اي والله سيف بن درويش العرب كلها سافرت اللي صار بيرجع وانت احنا موجودين بين ابو ظبي وبين العين وما شاء الله وعلى رطبة والرطبة هذه هاي قدام هذا خنيزي وين؟ هذا خنيزي مال بسفرة وهذا والإخلاص؟ الإخلاص مال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أحسن ما يمكن بتلقاها جنبه بسفرة جنبه ما شاء الله الوحدة عين انتي ما شاء الله أقول لك شو السنة نخلكم؟ كل ممتاز والله نباتكم شو؟ النبات العادي يعني العادي هذا الفحول الجديدة هاي سكة وما سكة من هذا نبته نعم. كم حطيته في الأخلاص 27 25 ما شاء الله وايد يعني ايه حطول لك احتاج زيزي أظني 15 أيوة الحمد لله الخير وايد الحمد لله اللهم لك الحمد تستاهلون الخير يا أبو أحمد أقولكم هذا هذاك شقيقي خلف وهذاك يطلع لي وين هذا هذا علي سيف درويش احمد الكتبي هي ولد الكمبني العود وهذا الفنان هذا درويش ولد عبد الله والله مليون مرحبا بغيت ارمسه لا لا ما له داعي ليش ما له داعي يا ولد احب نقول نقص الناس اللي عندك بكلم زين يقول اول يوم بتنقصون سوزي هذا هذا الله يحفظكم درويش ولد عبد الله بن درويش اسالهم توني اقولهم بلا ما سافر
قال ابوي قدم ما شاء الله ماجستير ماجستير سيفي شو سيفي بعد هذا حق لو انت دارس تشارتد فاينانشال انالست اي شو يعني تشارتد فاينانشال انالست هذا مال مدقق حسابات يا هي يعني انالست حق يعني اوراق الماليه يعني البيانات الماليه هي يكون مدقق ما شاء الله هذا ابوي ترى يده يده من ابوه در حياة درويش بن احمد ويده من امه ابوي حياة عتي هاي من هالسمحة هاي تشوفون هالرطينة هاي كلها يد ابوي هاي هالرطينة هاي كلها يدود ابوي كلهم بحاحير وسمامي العظيم الله ينهى مشكلة هاي الرمسة فاينانسل ما ادري منو ما ادري منو هذا ابوي يد ابوي من السمحة واحد والثاني ابوي يد حياة تم في خاطري يبغيتها اعرف منو قالوا اسمه محمد جمال المهيري محمد بن جمال المهيري وحب بعد بيترخص بيصير يوم شافني بصور وايدين ما يدانون التصوير وايدين ما يحبون التصوير وايدين ما يوزنهم التصوير أقول لكم فريج التيار ما شاء الله عليهم لو بيزرعون أي شيء يظهر خيبة ما أشوف أي شيء بيزرعون يظهر عندهم أي شيء أي شيء لو يزرعون مربعة تشيخ شوف شو كل شيء قدام بيوتكم يعتدل لو في شعبية ولا شياته والله يبوكم لو يتعبلون منهن دهر كامل كل يموت الزر وعند فريج التيار ما شاء الله على التيار كل شيء خضر وكل يتبهلل وغادي غير نمون ما شاء الله عليه تبارك الرحمن فريج التيار ينضرب بالوصول يا جماعة الخير ابوي تعالوا شلوا هذا ابوي حق الطعام حق الدبش هذا ما شيء شراته يا ربي يا الحنبل والله لها مشكلة ابوي اسوي سوالف لحد باكر يقولون خالد قال وما قال لا اسوي سوالف اللي يظهر بيت الغني يظهر بيت الفقير يظهر بيت الشيخ يظهر بيت اللي عنده واللي ما عنده كل ابوي رزق من الله سبحانه وتعالى اسوي سوالف ترى حين يدورون علي ادنات الدون اسوي ابوي سوالف واضحك وياكم ولا شيء ولا اني الحين صادج ولا شيء اسوي سوالف هو صدق انه بيوت التيار اقول لكم لو يرزون والله ربكم يا ريت عبدونه يرزون المربعه المساء اصبحت الصبح خضراء مربعه مربعه وخلت الفقير فقير هذا العادي لو يجيب صرمه بعدوجها اصبحت نهار ثاني يابسه والله مد موسم والتيار موسم موسم كل شيء يظهر عندهم كل شيء ما شيء موسم وغير موسم كل اللي يضرب عندهم والحين هذا عاد غدا العيد غدا العيد نتيامع الله يحفظكم بيت ام محمد اختي الكبير هني نتيامع في بني ياس نتيامع في بني ياس نتغدى كلنا الاخوان والاخوات ترى الاخت الكبيره هي مقام اللم في كل عائله في كل مكان وين ما تكون الاخت الكبير اختي حص الله يحفظها في امريكا تحت العلاج نطلب منكم من اول بعد من الله سبحانه وتعالى ان الله يعافيها ويعافي كل مسلم ونطلب منكم ان تدعوا لها ان الله يعافيها ويعافي الناس كلها كل ميهود وكل مريض يعود لبلاده سالم غانم وان ترد السلام بوي على هلكم وصدقانكم الا خبصت الدنيا جني يلا ثانك يو السلام عليكم صلاح قلت حقهم بارك عيدكم قلت متى خلاص متزحلت ويني متى سيف شي خصني بسيف تليفوني انا اروحه يلا شو زي يلا قول صلاح ما تظهر اليوم كبرك في التليفون زين هاو ار يو كم حصلت بيزات بس كم هي ابوي سيف ابوي كلم سيف بن درويش اعطاك شيء بس كم كم عطاك 900 إيه؟ لو دواك على الموت ما عطاك 900 سيف بن درويش عطاك 100 100 مستحيل سيف بن درويش يعطيك 900 إيه؟ لو تنطبج السماء على الارض الله كريم الله كريم ما قلنا شيء نحن يا ابوك الصبح يا سعدالي هذا فيصل ولد اختي زين يوم قلنا له بنصور نش والدرب صار ها صلاح شفت وين صار خيخ هذا منو هذا هذا خيخ
وين يتلم شيخه؟ الشيخ ما يقعد يهنمونه. لا 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 بشيخ ولا شياته، المشيخ خلى لعبه. انت خيخ ولا ما بخيخ؟ لا زين. هذا بعد احمد ولد اختي. السلام عليكم. كيف حالك؟ يا مرحبا. يكون عواد اهلي. نايس تو ميت يو. منو صلاح يدقدق الكلك ذا؟ اسد. منو؟ اسد. شو يبه؟ بيتي خلاص. انزين. باكر بتيني؟ باكر. هي الصبح. نحل ذا. ليش؟ ماشي ماشي. لا لاني بكره بسافر. لا انت تسلم علي ان شاء الله. حي ان شاء الله. ان شاء الله كان من الحي. هذا سيف ولد اختي بعد. السلام عليكم خالدي، مرينا وذكرناك. لقينا شو؟ لقينا الدار من بعد الحبايب خليه وباكي وباها عجايب. ربعك ليش ما بغى يوم يصورون؟ ما ادري شو ده. ليش؟ اقول لك خايفين. لحظه اقول هذا منو؟ هذا راشد بن سيف السبوسي. اي واللي هناك اليسار هذاك حسن المهيري. اي هذا السبوسي. هذا السبوسي. اي من هالعيد. لا من هالمرموم. المرموم. تبيني شو اسمها؟ بخيته موسى الرميثي. ما شاء الله يا بخيت. ويدلعونك شو؟ بخوه. بخيته حبيبتي على الله يحفظك. انت بخير مايا؟ جديد ترى يا بخيته. بخيته اقول لك تعالي ورا شوي تعملي دالي. اقول لك هذا منو الرجال؟ هذا منو؟ ريال اختي. وهذا اللي ويا صغيروني منو؟ ولد اختي. ايش اسمه؟ مسلم. حافظ على مسلم. يا بخيته شيء تبين؟ لا شكرا. يلا مبارك نعيدك. لا سلام. انا من نوادر اي مولات يعني في ابو ظبي وحتى في الليل باجي يوم اسير. كان يوم اسير دبي في الويكند ساعه ولا شبه ساعه ولا ما اسير مولات انا يعني. المراد متواعد ويا واحد من ربعي انا سايل الحلاق. قال لي بدامك انت باكر بتسافر لا تحلق اجي الحلاق. المهم كلمت الحلاق قال لي برايك تعال لي باكر. قلت له زين انا حاسر. قال لي ما علي المول اليوم كله الاغلبيه كله ما شاء الله اجانب. يوم يجي لانه ما شاء الله من كل قطرين قنيين مول ممزور لين عينه او ممزور فل لين عينه المارينا. عاد هم وعدني عند في كوفي يمين ويسار يمين ويسار يمين ويسار وضيعت وتوني واصل عنده وتليفون وعوادم وتصوير وسناب. فلذلك توهني توها انا اللي صابيت على المكان الكوفي اللي هو يطريه ولا عرفت هو وين مكانه وتوني واصل عنده ما كملت حتى خمس دقائق. اجواء اجواء العيد في المارينا اجواء العيد في المارينا يذكرني بالمولد. ايه مرحبا. يذكرني بالمولد. المولد اللي عندهم في مصر. الموالد في مصر هالنمونة. ازعيج وابغي ما شاء الله يميع المفرخة والبنيات صغارية خلق الله ما خلق. في ما شاء الله مرينة مردفيسة ما شاء الله ممزور لين عينه. والفئة العمرية اللي من سن 7 سنين لين 13 هي 70% ما شاء الله. رقم كبير ما شاء الله ماخذه من الوجود. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. من مده ممكن قبل اسبوع وقبلها يمكن بعد بشهر او شهر وشيء كنت نزلت لكم حساب اسمه حساب تمركو على الانستغرام اللي هو متخصص في دعم المزارعين وهواة زراعة شجرة النخيل وطريقة الحفاظ على
النخلة وطريقة تربيتها وطريقة الخلابة وطريقة خف الثمار من ذوج النخل، ويعني كل ما يختص بالنخلة اختصاص الحساب اللي نزلته لكم اللي هو حساب تمركو في الانستغرام، ونزلته قبل مدة واستوى هو حساب فعال ولاقى إقبال شديد ما شاء الله، وتفاعل الجمهور معه كم في من أروع ما يكون، لأن حساب مميز جيد. والحين الله يحفظكم بعد نجاح الحساب، والحساب من مدة عندهم لكن أنا نشرته وما شاء الله استوى حساب فعال وأكتف والناس استفادت منه. حاليا طالت عماركم راشد بن حاذه المرر بارك الله فيه سوى حساب ثاني اللي هو حساب السناب شات تلبية الرغبات الجمهور اللي في الانستغرام، قالوا لي نحن نحتاج ان يكون عندكم بعد هب نحن حساب الانستغرام للجمهور، لك حساب السناب بعد للجمهور عريق، فنحن نطالب حساب تمركو انت يا راشد بن حاد المرر انك تسوي حساب للسناب. فما قصر يزاه الله خير، سوى حساب ومميز وطرش لنا البوست مال الحساب. فانا بدوري مثل ما تحيدون انشر لكم واحط في حسابي كل ما هو ينفع للبشر والبشرية، ينفع للبلاد والعباد. شجرة النخيل شجرة مباركة مذكورة في القرآن، خيرها وفضلها وناتجها عايشة عليه يدودنا ويدود يدودنا، والناس كلها عايشة على النخل من كربها وليفها ورطبها وصحها ودبسها وزورها ويدوعها وسعفها وكل شيء، كل شيء فيه فلنخرى يستفاد منه، مستفيد من أمة لا إله إلا الله. فلذلك بننزلكم بوست لحساب مال السناب شات لحساب تمركو اللي هو مختص في النخيل والعناية بها وطريقة الحفاظ عليها ومعالجة الآفات والأمراض اللي تابعة للنخيل.